شريف الأستاذ بجامعة القاهرة وعميد معهد الدراسات الإفريقية الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا يا فندم. أهلا بك. أهلا بحضرتك دكتور. يعني هذه الزيارة اللي حصلت يمكن قد تكون مفاجئة للبعض وقد تكون غير مفاجئة للمتخصصين، لكن كيف تقرأ هذه الزيارة وأهميتها؟ طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقة التاريخية بين البلدين، وهي تشكل بالفعل أول زيارة يعني رسمية للرئيس السيسي لجمهورية جنوب السودان. ومعنى هذا أنه العلاقة يعني المصرية بالسودان الجنوبي تتواصل في إطار عمق ممتد تاريخيا منذ أن وصلت الحضارة المصرية إلى جنوب السودان في القرن 19. وأشار كثير من المؤرخين في هذا الوقت إلى أن المصريين يعني استطاعوا أن يغيروا أشياء كثيرة في هذه المنطقة التي كانت مجهولة للعالم الخارجي. نعم. في نفس الوقت مع قيام ثورة 23 يوليو فإن القطيعة التي أقامها الاستعمار البريطاني بين مصر وجنوب السودان بدأت يعني تنجلي بقيام مصر بتأسيس فرع جامعة القاهرة في الخرطوم، ومقاومة اتجاه بعض العناصر في الحكم في ذلك الوقت بعدم قبول الجنوبيين فيه، وهو الأمر الذي قوبل من الرئيس عبد الناصر بالرفض الشديد. بس يا دكتور سيد، يعني في وقت 23 يوليو وقت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ما كانش في حاجة اسمها جنوب السودان، كان في حاجة اسمها نعم. السودان. فإحنا نعم، هذا مستجد اللي هو اسمه جنوب السودان ما بقالوش سنوات طويلة يعني. نعم، لكن هو في إطار السودان يعني كان محروما من كثير من الخدمات، وأهمها خدمات التعليم والتعليم العالي. وتوفرت بالمناسبة يعني توفرت نتيجة لهذه القاعدة، قاعدة التعامل مع أبناء السودان على قدم المساواة أيا كان الإقليم الذي ينتمون إليه. توفرت لجمهورية جنوب السودان عند قيامها الفرصة لكي ينعقد مجلس وزراء من المتعلمين في جامعة القاهرة وجامعة الزقازيق على وجه خاص. طبعا عايز أسأل حضرتك دكتور سيد، يعني هل النهاردة في تعارض بين أن تكون هناك علاقة طيبة وقوية مع جنوب السودان وعلاقة طيبة وقوية مع السودان؟ لا على الإطلاق، بالعكس، الحكومة الجنوبية يعني استطاعت أن تكون هي النقطة المفصلية في حل المعضلة الموجودة في السودان من النزاع الإقليمي بين المركز والهامش كما كانوا يقولون، يعني من شرق السودان إلى جنوب النيل الأزرق إلى دارفور. استطاعت أن تجمع الأطراف المتصارعة وتتوصل إلى اتفاق السلام، سواء دخلت فيه مجموعات كبيرة أو استبقت نفسها إلى النهاية مجموعات أخرى، ولم يبقى إلا طرف واحد من دارفور هو السيد عبد الواحد النور. يعني إذا حدث هذا تكون حكومة جنوب السودان قد أنهت اتفاق السلام على نحو كامل، وقدمت للسودان نموذجا على أمرين. الأمر الأول هو التعايش الداخلي والقبول التام للمركز لكافة الأطراف في الأقاليم الأخرى أيا كانت الجماعات العرقية. وقدمت للسودان أيضا الأمر الآخر فكرة الحياة في سلام، طرح السلام كرؤية استراتيجية لإدارة الدولة وإدارة العلاقة مع الجوار. نعم. ولهذا هناك أساس للعلاقات المشتركة، هناك بين مصر وشمال السودان اتفاق يسمى الحريات الأربع للتعاون الاقتصادي وانتقال رجال الأعمال وغيره، وهناك أيضا اتفاق حريات أربع بين جنوب السودان والسودان. نعم. إذن القضية بمنتهى البساطة أنه من الممكن
أن تكون يعني يعني امتداد العلاقات بعضها البعض، نعم، سواء بين مصر والسودان أو مصر وجنوب السودان بشكل يعني ممتد. يعني نحن في إطار وادي النيل أيضا، يعني نعم، العلاقة في إطار وادي النيل، نعم، وفي نفس الوقت جنوب السودان كدولة يعني ناشئة وتحتاج إلى جهد شاق جدا في التواصل بين الأقاليم لإرساء قواعدها طبعا. طبعا، سواء كان من ناحية الحاجة إلى خبرات تشريعية وبناء الدولة وتأسيس النظام، ثم أيضا العمل بين المركز والأقاليم، نعم، النقل، التجارة الداخلية، الطرق عموما وبالذات الطرق النهرية، نعم، يعني جنوب السودان لأن فيه نحو من 200 بحيرة طبيعية كبيرة المساحة، كلها ممكن تسهم في نهضة اقتصادية كبيرة. طب دكتور سيد، أنا نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سيد فليفل، الأستاذ بجامعة القاهرة وعميد معهد الدراسات الإفريقية الأسبق، وأعتقد أن الموضوع ده برضو محتاج الكثير من الحوار حواليه، لأننا محتاجين نفهم. لكن واضح من الحديث والتصريحات التي خرجت من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وسيلفا كير، إن هناك اتفاقات وهناك تركيز وخطوط